انا عبد ضال ببغاء يا عمي، اذا نسبت الشيء الي فاصبحت فارغا. الله يحفظك الله يحفظك الله يخليك. انا المهندس تامر من بغداد خابرك. اهلا وسهلا جناب المهندس، امرني. الله يخليك. انا والله دكتور عندي زوجتي راعيه بلاد الفحوصات يعني والسونار والخزعه اللي اخذناها سرطان بالثدي. لا تخلي واحد يوصل للمشرط، لا تخلي حدا، بس اريدها تشرب كل شي مر، اي حلا ما تاخذ، اي زيت ما تاخذ، والطيب 20 يوم الطيب، ولكن ما تاخذ اي شي بسكريات. احنا ابحاثنا اللي استندت عليها الابحاث الالمانيه بالطب فوجدت ان السكر يتغذى عليه السرطان والخلايا السرطانيه، واول من كتب الى الالمان والى الروس يعني الطب كتب اليهم اي مولاي ان السرطان هو كائن حي، عليك ان تقطع الاكسجين عنه حتى يموت كالطفل في رحم الام. والله دكتور يعني هم حتى يعني هو اللي شفناه ما قبل المختبر يقول يعني هو الدكتور اللي عرضنا عليه يقول لازم اللي ينقص يعني أنا ما لي علاقة بيه، حتى لو كل اللي يسوون عملية أو يضربون كيماوي نهايتهم متعبة ونهايتهم، وأنت عندكم أمثال كثير من الناس، ما أريد أسميهم وأعيد جراحات الماضي. والله تابعت يعني عبد الحليم الحكيم والملك حسين يعني ذول ما فادوا الكيماوي صراحة. لا لا لا، أنا أقول لك إحنا بالنسبة